الناس بدأت ترجع من الأجازة بقى. أيوة. وأكيد دلوقتي ابتدت الزحمة، ابتدت شوية زحمة. فطمنينا الزحمة والطقس إيه أخبارهم؟ نبص كده على أحوال المرور دلوقتي. طبعا هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. ولو رحنا لميدان العتبة هنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، هنلاحظ إن هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. هناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة والممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية وممتدة برضو لحد مسجد النور في العباسية. هناخد بقى طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر. بالنسبة لنفق الأزهر فهو بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لغاية ميدان الأوبرا والعكس. خلونا بقى نروح لحلوان ونبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، هناك هنلاقي فيه كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش واصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي برضو ان الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان والكريمات. ونستكمل جولتنا بقى في شارع الجيزة وسيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودات. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل ولغاية شارع التحرير هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية، وايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. لو رحنا بقى المحور صفت هنلاقي ان هناك في كثافة مرورية بتزيد قبل اشارة جامعة القاهرة، وشارع الهرم بدأت تظهر فيه برضو بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. في الإسماعيلية بقى هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه هناك سيولة مرورية بعد بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان إن في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان شوية كده هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في هناك سيولة مرورية في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل. كمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية وفي كثافات على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلصنا نشرتنا المرورية ونروح بقى لحالة الطقس. النهاردة الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، هيكون حار رطب في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، وده هيزود الإحساس شوية بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح وهي 29 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.